شوف نهضر معاك. صارحينا صارحينا الأدلة كلش ضدك، تصريحات كلها ضدك. خلاص دوب نحكي لك كلش. اعتراف ابن الأخ بمشاركته الجريمة وسرده للوقائع جعل المشتبه فيها أمينة تغير أقوالها وتسرد وقائع مغايرة. صح ماشي قصدي أنا نقتله كامل، حامد هو اللي مت كنت، بس كانوا عندي مشاكل مع راجي وحكيت له كل حاجة، هو اللي مد لي الفكرة، قال لي لازم نحهم الطريق بس هو العائق اللي راهو بيناتنا. تما حميد هو اللي طلب منك باش تخلصي من راجل باش نتخلص منه ونتزوجوا ونتزوجوا نويا ونعيشوا كيف كيف. قلت له ايه الحل الواحد اللي كان عندي، كان لازم نتفاهم مع وليد خويا. وليد خويا كان حب بنتي. قلت له عاوني فيه قلت له ونمد لك الطفلة. وعدتيه باش تزوجيه بنتك؟ وعدته باش نزوجو بنتي. صرحت أمينة أنه بعدما كشف زوجها خيانتها وقعت بينهما مشاكل عديدة جعلتها تستنجد بابن أخيها لحمايتها. وماذا كيف صارت في الليلة اللي دخل فيها راجلك؟ كانوا يامة العيد. يامة عيد الكبير؟ يامة عيد الكبير. نعم. خضع وكل حاجة وعويدي أنا نحفف له لحية تاعو، خاطش هو أوندي كافي وما يشوفش مليح. راح نحفلو في اللحية تاعو وجا وليد خويا وجا حامد. جا وليد خويا من اللور. كي كنتي تتحفلو؟ كنت نحفلو. وليد خوك هو اللي جا من اللور؟ جا من اللور جيفو بالسلك. وليدي صغير كان يشوف. يا اخي حوستو للشمرة، قلت له راح دخلش. دخلت وليدي للشمرة اضافت امينة أنها بعدما سئمت العيش مع زوجها الذي يكبرها سناً وإقدامه على كشف أمرها لأهلها، طلبت من مهدي مساعدتها مقابل تزويجه ابنتها سلمى، وهو الأمر الذي وافق عليه ابن أخيها ليقوم بخنقه حتى الموت ومن ثم دفنه. أما زوجها حميد لا علاقة له بالجريمة. بالفعل الزوجة اعترفت بالعلاقة تاعها مع العشيق اللي اصبح فيما بعد ولا الزوج تاعها، درت عقد قران عن طريق الفاتحة ولا الزوج تاعها. وزاد اعترفت ايضا باللي هي كانت حاضرة لجريمة القتل واعطتنا الملابسات في الاخير بدقة، كل واحد والدور تاعه. وحميد واش دار معاه كي وليد خوك هو اللي خنقو وانت كنتي شادته؟ هاد كي مات راحوا حفروا ثم وحميد مع وليد خويا ودفنوا ثم. وبعد رحتي بلغتي بلي راجلك مفقود. بقيت هذه الأخيرة تصر على تصريحاتها وتنفي مشاركة حميد في الجريمة، لتبقى تصريحات مهدي تدين حميد بمشاركته هو وعمته أمينة، ليغلق ملف القضية بالنسبة للشرطة القضائية بتوقيف جميع الأطراف مع إنكار العشيق وتصريحات متناقضة للشركاء في الجريمة. بعد استيفاء جميع الجهات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة في قضية تكوين جماعية أشرار متبوع بالقتل العمدي مع سبق الإسرار والتصد وإخفاء جثة المتبوع بعدم التبليغ. سيناريو محكم أعدته زوجة الضحية للتخلص من زوجها والعيش مدة 14 سنة بدون أن يكشف أمرها، لكن لا وجود لجريمة كاملة. الإعدام لكل من أمينة، حميد ومهدي الشركاء في عملية القتل، ليغلق ملف القضية بالنسبة للشرطة القضائية بتصريحات متناقضة فيما يتعلق بالشخص الذي نفذ عملية القتل، لكن الأكيد أنهم شاركوا جميعهم في الجريمة.